ساعتك زيه بالظبط زميله، وده اتنقل لشركه ار اي تي بي الفرنسويه اللي احنا اتعاقدنا معاها مع الشركات المصريه في يعني التحالف، شركه فرنسيه ولكن معاها شركات مصريه اخرى قطاع خاص مصري بتدير وتشغل هذا المرفق عشان نحافظ عليه وعشان باستمرار نضمن سلامه وتامين المستخدمين والقطار. طبعا الفنادق الكابينه مجهزه بكل وسائل القياده والتحكم في القطار، طبعا عداد السرعات، طبعا في هنا فندم ده مبين قدامه سيادتك لكل الابواب الخاصه بالقطار، ما بيقدرش يطلع الا لما كل اللوحه دي كلها سيادتك تخضر تبقى خضراء وتطمن تماما انه قفل كل الابواب، يبدا سيادتك يتحرك بالقطار. طبعا برضه ده متحكم فيه مركزي، هو بس موجود للطوارئ بيسوق، ما بيسوقش يدوي وما يتدخلش يدوي. القطر متحكم فيه من غرفة سيطرة وتحكم مركزية داخل الورشة اللي سيادتك هتشوفها دلوقتي. هنا يا فندم حاجتين كمان مهمين جدا، هنا كاميرا وده اللي كان ينقصنا. كاميرا يا فندم هنا بتصور السكة عشان لو في لا قدر الله أي حادث أو حاجة نقدر الكاميرا دي مصورة السكة، السكة كانت مكسورة أو كان في حد عليها أو في قطر تاني قدامه، هنا بتصور كل حاجة. هنا يا فندم كاميرا خلف حضرتك وخلف قائد القطار هي بتصور تصرفاته. هو سابها ومشي زي ما بيحصل في بعض الاحيان، هو بيشرب سيجاره وده طبعا عندنا ممنوع. الكاميرا بنصور صور